في صباح الخير يا مصر، حوار خاص مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية لتدابير المناخ الدولية. تفاصيل التعاون بين مصر وألمانيا لمواجهة شبح التغيرات المناخية الذي يهدد كوكبنا، تأثير التغيير المناخي على الدول النامية، وأهمية مؤتمر المناخ COP27 الذي سيقام في مصر. صباح الخير يا مصر، حوار خاص مع ليندا عبد اللطيف غداً 7 صباحاً على قناة مصر الأولى.